ازيك الاخبار؟ المبنى اللي ورايا ده اتبنى سنة 1861، هوريكوا اليافطة بعد في اخر الفيديو، يعني عمره تقريبا داخل على 162 سنة. شايفين البيبان من ورايا عاملة ازاي؟ البيبان يعني عتيقة. هو ده المبنى بالظبط من ورايا في الكادر، 1861 زي ما شايفين هنا كده بالظبط. المباني باين عليها اللي هي اصلا عتيقة، 160 سنة. بيتأجر دلوقتي عشان يبقى يكون مدرسة ابتدائي. المخزن ده انا دخلته من جوه حسيت ان انا دخلت العصور الوسطى، مفيش نور جوه، مش عارف انا اصوره عشان ضلمة شوية. البيبان يعني مش عارف اقول لكم ايه صراحة، انجليز بيعشقوا التراث اللي هو القديم شوية، ما تلاقوهمش بيهدوا البيت القديم، ما تلاقوهمش على طول بيرمموه، على طول بيخلوه جميل. يعني لسه دهنين البيبان لون اخضر، ده لون جديد، فمش عارف يعني الانجليز هنا بيحبوا الحاجات القديمة جدا. ده اليافطة 1861، وده هو المبنى من بره بالظبط، مبنى من 1861 موجود هنا في مدينة اسمها ثتفت. انتوا شايفين انا دلوقتي في طريقي ان انا ارجع، لان ده المبنى ده هنفتحه مدرسة، وفي نفس الوقت جنبه هيكون في بيزنس بتاع شغل عربيات وكده.